ينضم إلينا الأستاذ محمد حمادة، نائب رئيس تحرير الأهرام، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية. أرحب بك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك يا فندم والسادة المشاهدين. أهلا بك، كما تابعت معنا هذا الاستقبال الرسمي، حفاوة الاستقبال من الجانب المصري المعهودة دائما للجانب الأردني، كيف تابعت؟ طبعا العلاقات المصرية الأردنية علاقات ثابتة، علاقات راسخة، علاقات تتميز بأنها علاقات تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة ليس فقط على الجانب المصري والأردني ولكن أيضا على مستوى العالم العربي. هناك ترحاب بالملك عبد الله، أيضا هناك بحث العديد من الملفات المتعلقة بين الجانبين. هذه الزيارة تأتي في إطار زيارة سوف يقوم بها الملك عبد الله إلى الجزائر ثم بعد ذلك إلى إيطاليا. أستاذ محمد. ألو. نعم أسمعك بوضوح أستاذ محمد، تفضل. العلاقات علاقات متميزة، علاقات ثابتة، علاقات راسخة. هناك تفاهم في العديد من القضايا، القضايا الإقليمية ذات الطابع المشترك، منها على سبيل المثال على رأس أولوياتها القضية الفلسطينية وضرورة أن يكون هناك تحقيق لتقدم بالملف الفلسطيني وأيضا احترام الشعب الفلسطيني وأيضا الوصول إلى حل الدولتين. هناك أيضا تنسيق بين القيادة المصرية والقيادة الأردنية في العديد من الملفات، سواء كان الملف الليبي، سواء كان الملف السوري وأيضا العراقي واليمني. طبعا هناك علاقة متميزة مع الجانب الأردني في المجال الاقتصادي والشراكة الاقتصادية حقيقية بين مصر والأردن، ويتبعها أيضا بغداد والعراق على وجه الأخص. هناك منطقة للتجارة الحرة، هناك أيضا ربط أنبوب البصرة المار بالأردن ومصر، هناك أيضا العديد من الملفات التي سوف يتم مناقشتها، خاصة أن هذه هي المحطة من محطات زيارة الملك الأردن إلى الجزائر وإلى إيطاليا. حرص الملك الأردني على البدء بمصر في هذه الزيارة، وأنت تعلم كان هناك لقاء قريبا في افتتاح كأس العالم في قطر، وقبلها في كوب 27 في شرم الشيخ، وأيضا قبلها في القمة العربية بالجزائر. العلاقات واللقاءات مستمرة بين الزعيمين. يعني طبعا مما لا شك فيه أن هناك ترتيب للرؤى في الملفات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وأمن الدولتين وأمن المنطقة العربية. هناك أيضا رسائل، من الممكن أن يكون هناك رسائل للجانب الجزائري من خلال الجانب المصري لبحث الملف الفلسطيني على سبيل المثال، ونحن نعلم أن الجزائر كان لها دور في تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية ومن ثم الوصول إلى حلول للقضية الفلسطينية، حلول مشتركة ورؤية موحدة بين الأردن ومصر والجزائر. أيضا حرص الملك عبد الله على معرفة كل ما هو جديد من القضايا المتعلقة بين مصر والأردن والوطن العربي وعرضها على الجانب الجزائري وعلى الجانب الإيطالي، مما يحقق تقدم في هذه الملفات. هناك استثمارات مشتركة، هناك تبادل للمعلومات، هناك تنسيق على مستوى الأمن القومي ومجابهة التطرف وأيضا الإرهاب في المنطقة العربية التي عانت من ويلات هذه الآفة. يعني وسؤالي الأخير لك أستاذ محمد، تتحدث عن مصر والجزائر وإيطاليا، هل نفهم من ذلك هناك حديث كبير عن الاقتصاد، ربما عن البحر المتوسط وأيضا ملف الهجرة غير الشرعية؟ بالفعل طبعا، اكيد، لان طبعا احنا عارفين منتدى شرق البحر المتوسط واهميته، وخاصه ان الجزائر من الدول المصدره للغاز ومصر اصبحت الان محطه اقليميه للغاز، اهتمام كبير نتيجه الاكتشافات في منطقه البحر المتوسط. ايضا ترتيب الاوضاع في منطقه شرق البحر المتوسط خاصه مع التقارب المصري يعني التركي مع، وبالتالي هناك تفاهمات في هذه المنطقة، وأيضا هناك العديد من الاتفاقيات التي من الممكن أن توقع خلال المرحلة المقبلة، ومن ثم لابد من اطلاع الجانب الجزائري والجانب الإيطالي وأيضا معرفة يعني كل آرائهم وأفكارهم بالنسبة لهذه الاتفاقيات. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد حمادة، نائب رئيس تحرير الأهرام والكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية، كنت معي هاتفيا من القاهرة.